برودوير لا مارشانديز. من افريقيا اللي اختار يلعب المريول الابيض اسبانيا نتاع الليل في ملعب حماجي العقبي بيراد، احنا اخترنا انه نكلموا ثلاثه ملاعبيه عندهم خبره ولعبوا في المنتخب التونسي يقولوا لنا كيفاش شافوا التشكيله اللي هما خالد القربي. معناتها في بلاصه ما تعطينا انت تشكيله كل واحد يقترح. هاكا نشوفوا التشكيله وانا نناقشها. خالد القربي وسيف غزيل وكريم العواضي، نبداو بتشكيله خالد القربي اللي تشوفوها توا على الشاشه، اللي اختار ميميش يكون في حراسه المرمى، مرياح، كشريده، الطالبي، محمد امين بن حميده، الصخيري، بن رمضان، رفيعه، مسكني، جزيري، وبليل، ايت مالك. هذه تشكيله نجم نشوف فيها غادي. انا راني هذه تشكيله خالد القربي. دونك كما قلنا لو في الاختار ميميش في حراسه المرمى، كشريده، مرياح، طالبي، محمد امين بن حميده، صخيري، بن رمضان. طالبي ومرياح هما في الاكس، وبن حميده وكشريده ظهيرين. الناس يقولوا كشريده مازال مش حاضر. صخيري بن رمضان، رفيعه المساكني، الجزيري، بليل ايت مالك. بليل ايت مالك اللي هو اللاعب الجديد اللي انضم لقائمه المنتخب. علاش كان هذا عرفتني شنو معناتها؟ ليه بليل ايت مالك اللي هما تو عطوا فيه ثقه وحطوه في التشكيله اللي هما ما لعبش قبل؟ خالد قربي. خالد قربي زيد شو كريم العواضي حطوا زيد هذيك عليه. رايك في التشكيله بليل؟ لا متوازنه كيما حسب راي كيما افكار خالد يشجع ديما هكا على انه يكتشف حاجات جديده. ايت مالك اللي هو زاد كيف حطوا سيف الجزيري هوني في تشكيله ما فهمش يوسف المساكني يا نو. كيف حطوا سيف الجزيري هوني في تشكيله ما فهمش يوسف المساكني يا نو. دونك يعتبر يوسف المساكني يدخل دوزيام ميتون خيره لو على ماما. حسين بن علي على اليسار يظل لي اقرب، ولا لا بوشنيبه على اليمين اقرب من كشريده. هو حاليا بوشنيبه في فورم، اي لانه كشريده لعب ماتش برك ولا شطر ماتش. بوشنيبه عمل قال مش لاعب ما نعيطلوش، عيطلو رغم اللي مش لاعب. معناتها فما شويه تناقضات في كلامه، ولكن كومم يقعد كشريده اسم كبير. التشكيله هذه سفيان ما تخيلش فوز بنزرتي مع عمري ما ريته تقريبا، كان متذكر يلعب بثلاثه في اللكس ما في بالي هكا ما ريتوش قبل لعب هكا. لان اللي لاحظته في زوج تشكيلين تو انه فرجاني سيسي ويوسف المساكني، بورتون الفرجاني تسمى تو في فورما، في فورما كبيره. فرجاني سيسي ما تحطش في التشكيله. ساعات نحس ساعات تحس جواريت الاكس هذوما القدم معناها القدم الاكس انترناسيونال تحسهم عندهم موقف من يوسف والفرجاني. لا يوسف تحط في التشكيله الاولى. باش نعطيك الكل حطوا ميميش الوركو في الجمعتين الاخرانيين بن حسن احسن جول في تونس. اي صبري بن حسن. يعني هاو نفس التناقض. علاش حطوا ميميش الكل رغم اللي جول صفاقس في ثلاثه ماتشات الاخرى احسن جول في تونس؟ نوفل هو راهو لا لا هو تاريخيا حكيت على البرنسيب نتاعك. معناتها النجم ساعات جول باش نستابيليزيه في بلاصتو خير من نقعد نبدل. منتخبات بصفه عامه الجول استابل ما صعيب برشا كان في حالات اقصاء ولا اصابه. هو ايش نقول لك راهو اما مستحيل باين راهو لو في فماش منتخب راهو يبدل الجول كل هو مش جول معناها هو كان جات الدنيا الدنيا من المفروض تشكيله المنتخب راهي ستاب. اي صحيح احنا رانا لاتاك راهو غدوه فوزي البنزرتي باش يلعب باتاك اول مره تلعب في حياتها. معناتها اول مره يلعبوا مع بعضهم لانه الاربعه اتاكونات الاساسيين كل ما جاوش. ماهوش اساسيين حتى القدم نوفل هو مش ما جابهمش اللي لعبوا ثلاثه ماتشات الاخرى. الاشكاليه انه ما هو قاعد يلوج على خلينا في تونس مشكلتنا نوف ما قاعد كل مره يلوج في المدربين القدم تراه كامل انه كل تشكيله من المفروض راهو اللاكس نتاع الديفونس والظهيرين واضحين راهو الميليو واضح ولا تاك واضح هو في تونس ديما واضح في هو اللاكس واضح طالبي ومريح ديما واضحين كيما خالد بدر والجعايد طالبي مريح قعد المشكله ما بين علي غرام وكشريده شكون باش يلعبوا الا بوشنيبه. بوشنيبه اللي هو تالق راه في مباريات ضد مدغشقر ولا جابون عمل حاجه باهية. نكملوا بتشكيله كريم العواضي اللي اختار انه يحط ميميش زاده في حراسه المرمى، مريح، كشريده، طالبي، بن حميده، عيدو، نسخيري، بن رمضان، المساكني، جزيري، والميجري. هوني تشكيله العواضي وتشكيله القربي يتشابهوا جوست في بليل ايت مالك خالد القربي بدلوا كريم العواضي بليل الميجري هو لاعب الملعب التونسي كيف عيدوني بدلوا خالد القربي دونك بجوار اخر اللي هو حمزه رفيعه، ولكن نفس التشكيله تقريبا بين خالد القربي وكريم العواضي. هذو ما هما التشكيلات الثلاثه، ما فماش برشا اختلافات الا سيف غزيل عمل تشكيله اخرى مغايره تماما. دونك نمشيو للندوه الصحفيه. كل واحد ايش يقول يلا. ندوه صحفيه اللي صارت اليوم تسال فوزي بنزرتشي هل مقتنع بوجود بن حميده؟ نتفرجوا في الفيديو. على بن حميده يعني بيجي انا بزمان
فهمتني باش نقول لك شكون يلعب ولا تشوف شكون باش يلعب بن حميده معناتها براتيكمون سي ان جوار انترناسيونال الى ايتي توجور معناتها ابلي اون ايكيب ناسيونال اللي معناتها فما كوردينيسيون بين تو لي ديفونسور الموجودين فهمتني لا بويسكي اللي هابيتي ا جوي ليسبيرونس دون سان كلوب اللي تيتيلير فهمتني دونك معناتها سي ان جوار معناتها براتيكمون كونفيرمي بالنسبه لي انا اذا ما عيطلوش هو موجود سي لا ليس سيرتمون اذا ما يطلوش قبل ما نحبش نحطه في غردا ولكن ومعناتها مش مهم فهمتني جو بونس معناتها كي ميريت سا بلاس وشفته امبارح في لوزونترمون لو دو دانيير سيونس معناتها سي ان جوار معناتها كي ميريت سمحنا نقصوا فوزي بزرتي قال زيد الكل ضربه مش في التمارين معايا اصابات وغيره مضطر باش نسرح لانه جاي فاصل باش نحكيه بزرب على اداره وطنيه التحكيم هبط رسميا مراد الدعمي مكان نجي جويني الكواليس تقول ماناش باش نعطيو الاسامي الكل معليش الكواليس تقول انه مراد الدعمي يطلب في الحكام فما نوع من الطنس صعيب لو كان راو ماكش باش تحكم تنسى بلاستك في التحكيم يلزمك تحكم وتصبر علينا وراي جايه فلوس معناتها فما مبالغ ماليه باش تتصب للحكام عمل اللي في الرابطه الثانيه وكذا ما يحبوش يحكموا فما نوع من الطون صعيب ترجع تحكم رانا توا مش وقت الاضرابات وغيره هذا حسب ما سمعت ثم اشكال اخر في لجنه تحكيم الحكام والمراقبين هشام قيرات وهشام قيرات مفتوحه فيه قضيه وكان مشى لفرنسا مفتوحه في قضيه في نيس وكذا وتتذكروا ما نعرفش كان فما ليزارتيكل تورينا مفتوحه فيه قضيه ومازالت القضيه مفتوحه هو حتى انه مرفوع عليه قضيه وفي لجنه التحكيم بلال قد تكون شبهه احنا زايده علينا معناها انا ناكد لك ليزارتيكل فما ولا ما فماش رحمه ما بعثتش ليزارتيكل للاسف يلا مش عندي ليزارتيكل انا ناكد لك نوفل انه كانت تشخر زاد تبف عرفت هذيك تويكا تويكا باش ندخلوا في متاهه اخرى داير قبيله كنت نسمع في الـ في الـ في حيدر شيرني صديقنا معها حكم نعيم حسني مصرين 500 اكثر من 500 حكم قال لك ماناش باش نلعبوا ما فما حتى واحد باش يلعب فما برشا مشاكل فما برشا خور فما برشا استهتار من عند الجامعه التونسيه سابقا هي اللي وصلت اليوم للشيء هذا لهنا كيف كيف قال لك المشكله انه اداره التحكيم ما اتصلت بحتى حكم نوفل قال لك ما اتصلت بحتى حد وما ماخذوا راي حتى حد وتعينوا من غادي لغادي ولا تهديدات شكون باش ياخذوا راي شكون باش يدوروا على الحكام الكل ياخذوا رايهم بلال مويز اخويا عملوا كذرابه يا مش يلعبوا الغدوه اي بلال لا نجموا يلعبوا غدوه شنو انت انا نحكي لك الجوله الجايه يعني نقصد الجوله الجايه باش نعطيك معلومه في الويكاند هذا باش يشدوا حكام واني قلت هو دي جا وجه لهم رساله لانه لحظه فما خلاص راه فما فلوس جاي جزء اي فما جزء علاش ما بديتوش جزء وقت نجي جويني موجود باهي نجي جويني اليوم جريت الاخبار قيرات معناتها مقالات حول تحقيقات ضده معناتها شبهه زايده انك تحط واحد ضده تحقيقات حتى كان براءه نحت ولكن ضده تحقيقات نجي جويني اليوم جريت الاخبار هبطت ارتيكل قال تستقال بسبب طائره المنتخب قالوا لهم اعطيوني شطر المبالغ ولا 400 500 مليون قالوا له لا معنا كان 200 مليون من بعد سمع لي طائره المنتخب باش تتكلف 600 مليون استقال فد ما تحاش بجريت الاخبار معناتها انه الحكام يلزم يعطيهم قيمتهم اكثر قال نوف في الكواليس دونك الحكام باش يلعبوا لي نجموا يلعبوا في الاخر هو اللي قال في الكواليس نوف لانه والله اعلم احنا حسب الكواليس وحسب ما يقولوا الصحفيين الرياضيين انه يعني تم دزوه للاستقالة كما يقولوا احنا يكرهوك في الخدمة يسكروا عليك اللعب فما شكون يقول هكاكا وفما شكون يقول كمال يدير فما شكون يقول خلينا نعطيك رأي كمال يدير قبل لأنه برشا تشكيات من الأندية في اللجنة هذه فما شكون يقول اللي صار كله سيناريو من أغلاط والكل باش يوقعوا نجي جويني في الفخ أغلاط الله أعلم حكام يعملوا أغلاط بالعاني أنا أستبعدها سامحني إذا بشخص تو الحكام تو بقدرة قادر فجأة مش سايبوا لهم ترونش في بارتي واي مش سايبوا لهم ترونش والفار مش يصبح موجود بليل. والدنيا مش تولي ورديه عاد عملتوا جمعه موجود تاني. بعد ضغط احنا ساهمنا فيه وفيديوهات توراو للمسؤولين لازم نحطوا الفار به للاسف وفي الوقت نرجع لكم بعد الفاصل في الجزء الثاني من ديما لاباس على تلفزه تي في على ديوان اف ام على الفا وعلى يوتيوب في التلفزه وفي الراديو وفي نفس